النقاط راهم حضروا معنا وتكلموا، واش رايك لو نقوموا بجوله خفيفه على التجار الان مباشره، يعني نعطوا الكلمه للمعني بالامر؟ تفضل تفضل يلا. اذا راح تكونوا معنا الان في جوله، راح نشوفوا بعض التجار هنا في سوق بوغارا. نتوجه مباشرة إلى منين نبدأ أخي؟ أول شاحنة. أول شاحنة راح نبدأ بها، لأنه بما أن الكلام كان كثير حول البطيخ بكل أنواعه، راح نبدأ هنا بهذا التاجر اللي راه يبيع البطيخ الأصفر. يعني ربما نعطوا له الكلمة. مساء الخير أخي، أهلا بك، وش راك بخير؟ الحمد لله. ربما بدون إطالة راح نعطيه الكلمة حتى يتحدث لي على ربما هذه المدة الأخيرة، بعض الإشاعات اللي جات قالوا البطيخ عيان، دلع، ماشي مليح كذا. يعني أنت أولا أنت تشري هذه من عند الفلاح أو أنت فلاح، هل تأكد أنه يتسقى كما يقولوا بالمياه القذرة أو لا؟ هذه أولا. ثانيا، هل هذه الإشاعات أثرت في نشاطكم؟ هذه الإشاعات أثرت في نشاطنا وهذا الإنتاج. حنا رانا عندنا فلاحة، والناس عندنا فلاحة، راهم خاصين درام كبار وإنتاج كبير سنجة في البلاد، والسقي تاعو هذا راه مسقي بالسوندا، ما كيروح بالعباس ولا مغنية ولا أي بلاصة وين تحب تروح. والإنتاج يعني مليح، والحلاوة يعني ما تشوفها مدحبة، يعني تبدا الناس تاكل السلعه لهذا البطيخ ولا الدلاع، يعني تاكل بدا وخوف. فهمت؟ اقسم ناصر، يعني التاجر اصر انه يفتح هنا بطيخه قدام على المباشر، ربما راح يتذوق منها لانه يعرف مصدر هذه السلعه، ويعني يعرف المصدر تاعها ويعرف باش مسقيه. نعم، لا نشاهد حتى مدير المصالح الفلاحيه ياكل. نعم، انا ساسال مدير المصالح الفلاحيه اذا كانت حلوه راح حتى انا نذوق. قول قول. المنتوج هذا راه حلو. اسمح لي، هذا المنتوج والله العظيم ما تلقاه في مناطق واحده اخرى في العالم. هذا الشيء، شوف هذه الخدمه اللي نخدموها في الجزائر، عفوا، هي اللي راهي ديرونجات الناس، خاصه بعض الدول الله يهديها. الجزائر بلاد الارض وبلاد الفلاحه، ماشي هما اللي يعلمونا ما هما تقاليد الفلاح. بارك الله فيك. وهذا الانتاج ناصر كما شاهدت فتحوا البطيخه، والله انا ما صحت ليش من شده انه الجميع شكرا والله، غير ما شاء الله. وهذا الانتاج والله، إن كنت تسمعني يعني